وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من دولة الكويت الدكتور فهد شليمي رئيس مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية. دكتور فهد، بعد التحية، كل الشواهد تؤكد القدرات الأمنية في التصدي للإرهاب وضبط مرتكبيه. في تحليلكم، كيف ساهم العمل الأمني المدروس والقدرات الأمنية التي تتمتع بها وزارة الداخلية البحرينية في كبح جماح الإرهاب وإحباط جرائمه ومخططاته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللأخوة في البحرين، وتحياتي للقيادة البحرينية ولوزارة الداخلية وقيادتها ووزارة قوة الدفاع البحرين، وزارة الدفاع وكل المنتسبين والحرس الوطني وللشعب البحريني الحقيقة. مرحبا بك. ترى هو المهم، إذا كان هناك أجهزة أمنية تقوم بعمليات إجهاضية لعمليات إرهابية محتمل حدوثها، فهذا يدل على كفاءة عالية في الأجهزة الأمنية. كفاءتها تأتي في الحصول على استخبارات إنذارية قبل وقوع الحدث. الهدف الثاني أن هناك عديد من أبناء الوطن الذين يتعاونون الحقيقة الكثير ليتعاونون ويوصلون المعلومات. الحقيقة الثالثة أن هناك ناس متطرفين وهم قلة يدعمون أيديولوجية إيران اللي شعبها الآن يتظاهر ضدها. نعم. أنا كيف يدعم نظام ولاية الفقيه اللي شعبها الآن في إيران يشاهده يتظاهر ضدهم؟ كيف يدعم نظام وصل شعبه إلى حافة الفقر وعملته منهارة؟ كيف هو مقتنع بهذه الأيديولوجية؟ فهذا شيء خطير، لكن الحقيقة الشعب البحريني الأصيل يعني مو غريبة عليهم، يعني ترى كل القلة قليلة اللي الحقيقة تحركت نحو أيديولوجية ولاية الفقيه، الباقيين حنا نزور البحرين ونشوفهم سنتهم وشيعتهم كلهم مع دولتهم ومع ملكهم. نعم. فالحقيقة يعني هذه من ضمن الأمور اللي يعني يعطى فيها كريدت، يعني يعطى فيها مدح لأهل البحرين ولأجهزة الأمنية البحرينية وللقيادة البحرينية. القيادة عندكم مبروكة، ما تحاول توصل الأمور إلى الحقيقة نقطة التصادم دائما. نعم. تحاول، لكن الأجهزة الأمنية مدام قامت بعمليات إجهاضية إذن هي أجهزة أمنية كفؤة، لديها منظومة استخبارية ومعلومات أمنية عالية المستوى، بالإضافة إلى تقنية مراقبة المعلومات الإلكترونية، والبحرين مشهود لها في السايبر سيكيورتي. بكل تأكيد دكتور، هناك خطورة للإرهاب الإيراني سواء على مملكة البحرين أو على منطقة الخليج ككل، ما رأيك عن أو ماذا عن التعاون الإقليمي في التصدي لهذه المخططات الإرهابية؟ والله شوف، لما أشوف أنا شاشتكم أجد قنابل يدوية شديدة الانفجار شينفا، وأشوف الآن الصواعق اللي هي صواعق متفجرات C4، هذه أسلحة خطيرة، هذه تسبب مش بس دمار، تسبب ألم نفسي حتى للضحايا. بعدين اللي بيفجر مش هو راح يقتل مواطنينا وأهله؟ ما عنده ضمير في هذا الوضع؟ ما عنده وازع ديني ضمير يقول أنا هذول ناس أبرياء أفجرهم في C4، أقتل أطفال وأقتل نساء؟ أنا أعتقد يعني شيء خطير هذا الموضوع. التعاون مطلوب. اللي شاهد طبيعة الأسلحة في بلد مثل البحرين متسامح، يعني مساحته مقبولة ومعقولة بهذه الأسلحة، هذا دمار. فأنا أعتقد حتى دول الخليج، لأن اللي يؤثر على البحرين يؤثر على السعودية ويؤثر على الكويت ويؤثر على دول المنطقة. نعم. النقطة الثالثة، التسهيلات اللي قد تمنح للمواطنين البحرينيين المشتبه فيهم اللي ما عندهم ولاء للبحرين قد ينتقل للكويت ويعمل تفجير وما حد يعرفه. بالتالي المشاركة المعلوماتية للقوائم الخاصة المتعلقة بالمشتبهين بالإرهاب، هذا أفضل شيء. لما يطلع الطيارة أو يعبر المعبر أبلغ السلطة القادمة، هذا الرجل عليه علامة استفهام فقط، ديروا بالكم يا جماعة. هالشكل نقدر الحقيقة نأمن محيطنا الجغرافي كله. فبالتالي تبادل المعلومات والاستخباري مهم، قوائم الخاصة بالمشتبه فيهم أيضا مهمة، التعاون والتنسيق بين
على مستوى الإدارات العامة، مش على مستوى وزارة. لازم التنسيق يكون على مستوى مدراء، يكون تنسيق سهل جدا بالتلفون تنتقل المعلومة. هذه أهم الأمور اللي تحد الحقيقة من التهديدات اللي تأتي لنا من بعض من إيران. يعني ليش إحنا نكون دبلوماسيين؟ نعم. من إيران، تهديدات. نعم. إيران. نعم دكتور فهد شليمي، رئيس مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية من دولة الكويت، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك.